من أهم الميزات في بلندر ميزة الـ Viewport Render Animation. ميزة هذه الخاصية إن بتوفر علينا بعض الوقت نشوف أو نعمل تيست على السين أو على الأنيميشن قبل ما نعمل ريندر. الميزة دي خاصة بسواء كان أنيميشن أو ستيل فوتوز. أولا هفعل لوكتيف مود، أنا عندي أنيميشن بسيط كالتالي، وفقط للتوضيح أولا هذهب على الأوتبوت، هفعل إن يكون الأوتبوت يكون فيديو انكودنج وليكن MP4 أيا كانت الصيغة هاي كواليتي. ممكن هنا أختار اللوكيشن، بعد ذلك أنا هلغي الجريد وهلغي كل شيء، كاميرا لايت كل شيء يتم إلغائه، ده كده أتأكد إن الكاميرا أو زاوية الكاميرا دي هي المطلوبة. بعد ذلك من قائمة فيو هذهب إلى Viewport Render Animation، هتم العد وبعد عدد الثواني هينتهي الرندر. بعد عدد الثواني بينتهي الرندر لو قمنا بفتح الفيديو في الملف او في اللوكيشن اللي تم حفظه، هنجد ان ده النتيجة النهائية. النتيجة المبدئية ممكن يكون تيست، نراجع الانيميشن قبل عملية الرندر الاخير.